خطوات تسجيل الحصول على لقاح كورونا في مصر. قم بالدخول على الموقع الإلكتروني، اضغط على التسجيل لطلب اللقاح، اختر الفئة المناسبة، سجل بياناتك الأساسية. في هذه الخطوة يجب عليك تأكيد أن رقم هاتفك مرتبط بتطبيق الواتساب. في حالة الأمراض المزمنة، أدخل تفاصيل المرض المزمن بشكل صحيح. أرفق صورة بطاقة الرقم القومي وصورة التقارير الطبية. في حالة كبار السن، أرفق صورة بطاقة الرقم القومي فقط. اقرأ الإقرارات جيداً وقم بالموافقة عليها. احتفظ برقم الطلب لحين التواصل معك من أجل الحصول على اللقاح.